يا هلا فيكم مشاهدينا، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الرياضي وانتو سعيدين في متابعتكم ونتشرف في تفاعلكم المستمر معنا في كل حلقة. شكرا لداعمين البرنامج، رعاة البرنامج، شكرا لكل من بوتيكات، وكذلك شكرا لأطياب الشيخ على رعايتهم الكريمة لنا، وشكرا لسفريات الميلم والاختيار الأول علي كاكولي وأولاده نادي أي فتنس الصحي، شكرا لهم، وشكرا اللي دائما مضيفنا في كل حلقه فيوز كافيه، شكرا لهم في برنامجنا 1 2. سريعا نرحب في معلنينا المميزين اللي منورينا في حلقه اليوم مشاهدينا، سمير عبد الرؤوف، ابو محمد، صبحك الله بالخير. يا هلا ابو محمد، صبح عليك وعلى اعزائي المشاهدين مو المستمعين وعلى رواد البرنامج. محمد سيل، نقول لك هارد لك ولا نقول لك صبحك الله بالخير كافيه؟ لا صبحك الله بالخير احسن. صبحك الله بالخير، صباح النور عليك وعلى الساده المشاهدين والكبات الموجودين. زين، ليش ما نقول لك هارد لك؟ بالعكس هذا روح رياضيه، لما نقول لك مبروك ونقول لك هارد لك بنفس الوقت. لا 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 لا، حديث ان شاء الله في الحلقه. لا لا حديث، كان مو متقبل ابو محمد اصلا هارد لك ما تنقال بهالموقف. شد هارد لك يعني كان عندك حظ بس انت ما توفقت فيه. هو خير شر ما كلش. لا نروح يا ابو محمد نوفر الكلام لما نوصل الى ريال مدريد وانتصار باريس بثلاثيه. نرحب في احد محللنا المميزين بعد، عبد الله الشكناني، صباح الخير. صباح النور ابو محمد، صبح عليك وعلى رواد البرنامج وعلى الساده المشاهدين. حياك الله سهيل وحيك، احد المميزين محللنا، حياك الله. يا هلا والله، ان شاء الله اليوم نقدم اضافه كمان على منور بالازرق اليوم. نعم، بالقميص الازرق منور اليوم. اي بس ما له اي ارتباط بايطاليا، هيك ثابت. ما له ارتباط بايطاليا. طيب احنا شو بس اقول لك، بس حتى اللي بيفكر شيء ما يفكر بس. طيب ازرق كثير يعني. طيب. اي لون ثاني؟ الازرق الكويتي ايه، بس مش ازرق الايطالي. طيب اكيد ما راح تلبس عقدتك يعني، طبيعي يعني. اكيد ما طبيعي ما راح تلبس عقدتك. دائما خسران من ايطاليا عبد الله الشكناني سهيل الحويك. لا تاريخيا، تاريخيا بس نحن عندي، لا عندي ومنتخبات يعني. لا بس 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 اخبرنا نحن باليورو 2016 نحن انا برايي العقده ايطاليا فكت. اي انا برايي فكت. طيب نبلش ونبدا وياكم مشاهدينا حلقه اليوم. كورتوا حارس ريال مدريد تكلم بعد خساره ريال مدريد القاسيه في ملعب حديقه الامراء بثلاثيه، نشوف معاكم ونرجع. خساره قاسيه على عشاق ريال مدريد مشاهدينا، ثلاثيه لباريس بالطول والعرض، اكتسح المباراه. وسؤال يفرض نفسه لعشاق ريال مدريد، من يتحمل الخساره؟ أرقامنا أمامكم وإن شاء الله راح نأخذ جميع المشاركات. محمد سهيل، نقول لك بالبداية هارد لك، تعليقك على هذا السقوط. يعني شوف، المباراة كانت واضحة حق أي شخص شاف المباراة، فريق فنيا كان مميز متمكن من نفسه، فريق كان فنيا هش اللي هو ريال مدريد. يعني باريس روم الغيابات ثلاث عناصر الكبيرة والمميزة اللي تأثر على أي منظومة، رغم ذلك قدر انه يسيطر على ريال مدريد، قدر انه يتغلب على الريال. بالمقابل الريال يعني بلا اسلوب لعب واضح هجوميا، يعني اختصرها لك بجمله ان الفريق ما سدد ولا تسديده او ولا هجمه على باريس سان جيرمان. دفاعيا ايضا كان يعني شكل الفريق غير واضح. يعني هدف الثالث لباريس سان جيرمان اعتقد انه يشرح الوضع، لما تشوف الظهيرين لباريس سان جيرمان هم المنفردين على 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 كورتوا. هذا هذا هذه لقطه يمكن توضح لك الحاله السيئه اللي يمر فيها ريال مدريد دفاعيا. يعني من بدايه الموسم، خلينا نكون واضحين، من بدايه الموسم الى الان الريال هويته الفنيه غير واضحه. يعني الفريق محتاج لعمل فني كبير جدا جدا. يعني تقول عمل فني، وين دور زيدان؟ اتكلم المشهد اللي صار في مباراه باريس هذا راح يتكرر كثيرا اذا ما تدارك زيدان الوضع. لا نقول ان زيدان ما عنده لاعبين، زيدان عنده لاعبين، عنده لاعبين جودتهم عاليه جدا، ولكن احنا اللي قاعد نشوف من بدايه الموسم الان في اجتهادات فرديه من قبل اللاعبين. المباراه اللي قاعد تخلص اجتهادات فرديه من قبل اللاعبين. يعني مستحيل انت عندك لاعبين مثل هذيل نقول تشبع، هذا نقول عذر لزيدان، ولكن على الاقل اصنع هويه فنيه للفريق. يعني زيدان الحالي مو زيدان اللي احنا نعرفه قبل موسمين، اللي صنع فريق لدرجه انه لو يلعب الفريق الاحتياطي يتغلب بالسته وبالخمسه يفوز. لكن الفريق الحالي يعني ما له اي عذر انه، يعني مو معقوله ما اشوف العاب مركبه بين اللاعبين. طيب الفريق ما له عذر محمد، عفوا الفريق ما له عذر ولا زيدان اللي ما له عذر؟ زيدان ما له عذر انه ما يصنع توليفه، يعني هويه فنيه للفريق. الهويه الى الان غير واضحه، ترى قاعد يحصل ماكو عمل فني، ما قاعد اشوف عمل فني بالفريق. تعليقك سهيل الحويك على النتيجه القاسيه. يعني انا بشوف انه في عندك اسباب خاصه بالمباراه، اذا ما احكي عن المباراه اقول لك شو هي اسباب الخساره.
رح اقول لك ليش الريال عم يظهر بالموسم بشكل عام بهذا الاسلوب. بالنسبه للمباراه انا بشوف انه تالق دي ماريا امبارح كان حاسم. شغله ثانيه بدنا نحن نتذكر انه راموس كان غايب, وراموس غايب عن ريال مدريد بخمس مباريات اوروبيه, بخمس مباريات خسر ريال مدريد وسجل فيه 14 هدف, فله وزن بمنظومه الريال. السبب الثالث انه بالثلث الاخير يلي فيه ثلاث لاعبين يلي هن الاتكال عليهم بتسجيل الاهداف اللي هن بيل وهازار و بالطبع نعم كان فاشل جدا, كان عقيم وفق كل التقارير يلي انا صراحه شفتها اليوم. الثلاثي هذا سدد 11 تسديده طائشه كليا, والسبب الرابع ما كان في اي تلازم او ترابط ما بين حارس مرمى والدفاع والوسط مثل ما عم بيقول محمد. يعني انا ما بدي ارجع كرر. اما الاسباب الكبيره هن اول شيء عدم القدره على جلب خليفه لكريستيانو رونالدو بعد له اليوم ريال مدريد عم يدفع الثمن. هازارد موجود؟ لا, ولكن هازارد ليس باي شكل من الاشكال كريستيانو. ما في احد راح يكون خليفه كريستيانو, هذا شيلها من راسي 100%. انا اكيد خليفه فهذا مو عذر ان تقول ما جاب خليفه كريستيانو, لان اساسا ما في خليفه لكريستيانو 100%. بس هازارد يعني انا يمكن مو بس انا, العموم صنفه تحت نيمار كافضل اللاعبين في العالم. يعني انت ما عندك نيمار, عندك هازارد واحد من افضل اللاعبين في العالم. فانا لما اجيب هازارد انا جبت اضافه فنيه للفريق, مو بالضروره اخليه نفس شكل كريستيانو, او مو بالضروره اخليه نفس ستايل كريستيانو علشان اقول والله هذا يعوض كريستيانو. كريستيانو ما يتعوض. خي انا معك, فهذا ما راح يكون عذر. انا مش عم لك عذر, انا ما عم بعطي عذر, عم لك ليش ريال مدريد عم ببين هيك. ببين هيك لانه كريستيانو رونالدو راح, هذا السبب الاول. السبب الثاني برجع بكررها صرت قايلها مليون مره, هناك خلاف بالرؤية ما بين بيريز وزيدان على مستوى اللاعبين الجدد, على مستوى طلب بيريز بإقحام اللاعبين الجداد, وزيدان مصر على العصر القديم. ولكن أنا بحب طمنه لمحمد ولكل مشجعي ريال مدريد أنه منذ انطلاق دوري أبطال أوروبا بالعام 1955 هناك فريقان فقط تمكنا من الفوز باللقب رغم الخسارة بالمباراة الأولى, من ضمنهم ريال مدريد بالعام 1966. فبعد في عندك أمل. أنا ما أتفائل, بس, أمل بس يعني. كلام خطير اللي قلته سهيل. كان زيدان شخصيته يعني ضعيفة لدرجة أن بيريز دخل في التشكيلة. أتقول لك شغلي, أنا مع يعني أنا ولا مرة كنت عم ألف كان في خلاف من بداية موسم على لاعب خط الوسط. يعني زيدان كان اللاعب اللي بده يبني عليه ريال مدريد الجديد اللي هو مقدم عليه كان بوجبا. طيب لا بس في نقطة واضحة عند سؤالي. لا في نقطة واضحة حاليا تدخل بيريز. لا بيريز في المؤتمر السنوي للجمعية العمومية ذكر الأسباب, قال في نادي طلبنا من عنده اللاعب الفرنسي رفض انه يبيع, وفي نادي آخر طلبنا من عنده اللاعب ورفض انه يبيع وحنا نحب هذا اللاعب, يقصد امبابي ويقصد بوجبا. بالمقابل ذكر أسباب ثانية اللي هي انه في لاعبين عندنا رفضوا منهم انهم يطلعون من الفريق, لذلك حنا عانينا في عملية شراء اللاعبين اللي هم جارث بيل وخامس. يعني لو رايح من عندهم بايع من عندهم لاعب واحد كان بامكانه ان يجيب مثلا بوجبا ولا امبابي. وجهة نظرك انت مع الرئيس ضد زيدان, يعني محمد سهيل مع الرئيس. لا مو في أسباب, انا لازم ابيع علشان اشتري, ما قدر يبيع بل وما قدر يبيع خامس, لذلك ما قدر يشتري. خي بس أقول لك شغلة, أنا زيدان راجي على ريال مدريد حيث حققت مجد بعد 100 سنة ما حدا راح يحققه. صح. No way. أنا إذا بدي أعمل الخطوة هيدي الخطوة إلى الوراء لكي أعيد تحقيق المجد اللي حققته بدي حط شروط على الطاولة. زيدان اللاعب الوحيد اللي كان بده إياه هو بوجبا. انا برايي كان مفروض زيدان قبل ما يروح على ريال مدريد يشتري, تقول له لو حقه 300 مليون انا بدي بوجبا. طالما هو ما راح فانا بشوف انه في خطا على الاثنين. إيه ذكر طيب. ان النادي رفض. طيب مانشستر يونايتد رفض يبيع اللاعب. طيب عبد الله الشكناني, الكل كان يراهن على شخصيه زيدان وانعكاسها على الفريق, ما شفناها ضد باريس. شوف ابو محمد, كلمه شخصيه, كلمه عقليه, امور نفسيه, هذه الامور تنقذك في جزئيات من المباراه. تكون مضغوط في جزئيات من مباراة, خبرة لاعب تطلع, عقلية لاعب, شخصية مدرب يتعامل مع ظروف مباراة في دقائق معينة في الشوط الثاني في جزئية. لكن مو معناته ان انا احضر مباراة ضد باريس في ملعب باريس على امور نفسية واقول لك انا عقليتي ممتازة اتفضل العب كرة قدم على الفطرة. لا ما يصير, كرة القدم علم, فبالتالي في امور فنية في امور تكتيكية. انا اتفق مع محمد سهيل 100%. محمد الفريق ما له هوية على مستوى المجموعة, المساحات اللي قاعد تطلع, هذا الفريق مو متجانس نهائيا. من يتحمل؟ من يتحمل؟ هذه انا بالنسبة لي مسؤولية زيدان الاولى. انت رجعت من نهاية الموسم الماضي, عرفت اختياراتك, صحيح ما عطوك الاسماء اللي انت طلبتها بالاسم, ولكن انت قائد مجموعه. قلتها انا الموسم الطاف على مورينيو, يمكن ما عطوك الاسماء اللي تبيها, ولكن خلاص بالنهايه انت مدرب تتحمل. الكلام نفسه على زيدان, انت تتحمل, هذه مجموعه اللي عندك مو مجموعه سيئه, انت ملك غرفه الملابس, انت ملك التحفيز, وهذا
قوة زيدان في المواسم الماضية. إذا ما قدرت توصل حق الفريق الحافز ولا تعطيهم نهج وأمور فنية واضحة وتكتيك وتعطيني مجموعة صلبة بالدفاع وبالهجوم، فأنت المسؤول الأول. أحمل كورتوا، أحمل فلان، أحمل غياب راموس، لوكا مودريتش، إيه نعم ما عندي معوض فعلي رونالدو ولا نفس ما قال محمد ما عندي معوض فعلي، لكن هذا الخلل المساحات بمحمد هذا الفريق عشوائي، فبالتالي هي مهمة مدرب. يبيله عمل، يبيله عمل فني كبير. بعدين بمحمد أنا نقطة محمد قال رونالدو لا يعوض، سهيل قال إنه هازارد. بمحمد الفريق الوحيد اللي أنا شفته يعوض نجم كبير بقيمة، خلينا نقول هو المحور الفريق، زلاتان إبراهيموفيتش في الإنتر. أذكى نادي الإنتر لما باع إبراهيموفيتش وهو المحور الرئيسي للفريق، ما عوضته بلاعب وقلت يلا هذا يسجل أهداف، عوضته بإيتو وميليتو وشنايدر ولوسيو وموتا، سويت مجموعة كاملة. ما ينفع أنا أشيل رونالدو أحط لاعب وقلك خلاص أنا عوضته. لازم ما بعد رونالدو، ما بعد ميسي، ما بعد أي نجم كبير، لازم أحط مجموعة لاعبين ينقلون لمرحلة مختلفة. طيب سمير، نشوف معاك ويا مشاهدينا تغريدة أحد نجوم ريال مدريد السابقين غوتي. التغريدة تقول عندما تذهب إلى باريس لتلعب ضد باريس بدون نجومهم الثلاثة ولا تكون قادر على منافسة، هذا أمر سيء. حتى النجوم بدوا اللي كانوا يتغنون في زيدان بدوا الحين يتكلمون وينتقدون. شنو تفسير؟ هذا أمر طبيعي لما تكون أنت صاحب يعني إنجازات وصاحب مرحلة وصلت لها، يعني أنت اعتليت القمة والآن ترجع مرة ثانية تدرب نفس الفريق خلال موسم، عودتك سريعة جدا. إذا هي مغامرة من البداية، مغامرة بغض النظر عن طلبات والشروط والأمور اللي تكلموا عنها الشباب، لكن هي مغامرة في النهاية. الآن أنت نظرتك لزيدان كمشاهد نظرة بطل، نظرة قائد، نظرة مؤثر، نظرة صاحب فكر وصاحب عقلية داخل الملعب، فبالتالي لابد أن يتحمل مسؤولية كبيرة. يمكن أنا ما أحمل دائما جزء بس المدرب أو بس اللاعب، أنا أحمل الجميع. ما يصير حتى لاعب ريال مدريد اللي يلبس هذا الشعار ينزل الملعب يكون يعني هش كرويا، ما يكون عنده صلابة على مستوى الدفاع، ما عنده صلابة على مستوى الأفكار. مو بس زيدان السبب، حتى هم اللاعبين ايضا يتحملون مسؤوليه. احنا ما نقول فقط زيدان، كلمه فقط زيدان خطا. كره القدم ليست مدرب فقط ولا لاعب فقط، هم مجموعه لازم كلهم يتكاتفون في هذا الامر. كل واحد يتحمل اخطاء على قدره. زيدان تحمل اخطاء في موضوع مثلا الزج بهازارد في مباراه مثل هذه، وليس جاهز فنيا انه يدخل مباراه كبيره عميقه مثل هذه في بدايه الامر. ممكن كان يكون شوط ثاني على سبيل المثال. ايضا مواطن القوه اللي في باريس انت تعرفها وتعرف من وين قاعدين يشتغلون وين قاعدين يبلشون اللعب، فاذا انا ممكن كان اخلي طريقه لعبي تختلف، ما العب 4-3-3 وانا ادري ان لاعبيني في عندهم هشاشه في موضوع الافتكاك وموضوع الانكماش وموضوع الالعاب المركبه اللي تكلم عنها محمد، فانا ممكن العب 4-2-3-1 اغير من طريقه اللعب. فاذا هذا جانب يتحمله زيدان، لكن جانب الثاني ما يصير اللاعب دش مباراه مثل هذه وما عنده التحفيز النفسي الخاص فيه. مو محتاج انا زيدان يقول لي ترى يلا شد حيلك في لعبه باكر، هو يدري انه في لعبه باكر قويه. يعني احنا لما كنا نلعب مباريات ما كان ينا المدرب كل واحد بروحه اي كلمه ترى باكر خوش لعبه شد حيلك، لا انت تدري انه في باكر لعبه قويه، استعدادك الحدث نفسه يفرض نفسه. فالكل يتحمل مسؤوليه صراحه. امس اللاعبين يعني اذا زيدان اخطا فاللاعبين اخذلوا الشعار، اخذلوا الشعار. اي نعم، امس مو ريال مدريد اللي بالملعب، امس ريال مدريد في غيبوبه، كان غيبوبه. اذا انت تسجل عليك هدف تنهار هذه غيبوبه، انت ما تعرف تعود في المباراه. اول على فكره اول 12 دقيقه ريال مدريد كان مسيطر على المباراه، اول 12 دقيقه هو اللي كان مسيطر على اللعب، وكان في هجمات منظمه وكان في تدرج بالانتقال من 3-3. بعدين لما دش الهدف الغريب طبعا هذا موضوع يعني خطا من خط بدايه من خط الوسط اللي ما رجع غطى عمق الملعب. دي ماريا طالع من نص الملعب قدام راموس وخيمس، عفوا كروز وخيمس وكاسيميرو، ومنطلق للبوكس. هذه اول غلطه. الغلطه الثانيه يا ميليتاو ما غطى صح لانه ما توقع العرضيه اللي تصير. ايضا على الطرف ال1 2 اللي صارت بدون اي رد فعل، وحارس المرمى حارس المرمى يسال فيه محمد سيد اللي يسال. نعم، اذا هذه كلها امور يتحملها اللاعب ايضا بجانب اخطاء. طيب محمد سيد، كلمه خذلان وكورتوا اللي ما حافظ على الشباكه من فبراير. شوف احنا خلينا نتفق ان كورتوا الى الان ما قدم الشيء المنتظر منه. يعني كورتوا جايبين الريال علشان يفرق عن نافاز، عشان يكون منقذ للريال في اللحظات الحاسمه، ولكن بنفس الوقت المدريدستا قاعد يبالغون في انتقاد كورتوا امانه. يعني في مباريات لا كورتوا انقذ فيها الريال، ولكن الصوره يعني الاكبر. انت عاجبك كورتوا؟ لا انا يعني شوف وتحت ضغط الحين احنا حاليا انا ما اقدر يعني شوف كاسياس مره من موسم من المواسم كان
يعني يمكن ما اذكر انا كاسياس انه اخذ جائزه الزامورا يمكن مرتين او ثلاثه، بس تاريخه يشفع له، تاريخه يشفع له، بس لكن الوقت اللي الريال كان فيه سيء ايضا، هو ما كان ما كان ما كان ما كان يعني يقدم المستوى الكبير، ايضا كان يعاني من هبوط في المستوى. طيب. نفس الحكايه، كل 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 حارس مرمى اذا فريقه سيء راح يكون هو يظهر بصوره سيئه. بس الفرق محمد ان كورتوا يعني تعثر في انطلاقته. انا اتفق، تعثر في الانطلاقه، لو لو ما اخذ مساحه زينه بعدين تعثر ما راح يتاثر. شو ترى كاسياس صنع اسم بعدين تعثر من النهائي، صنع اسم خلينا نقول خلاص ثبت نفسه من النهائي، يمكن ليفركوزن انه هو الحارس ثبت نفسه، بعدها انطلق عانى بعد مواسم، ولكن هو حط له حط له ثقل وحط له خلينا نقول مكانه عند الجمهور انه هذه امكانيات. هذا الحارس كورتوا ابو محمد من شفناه من انتقل لقطاته مضحكه، لا لا حارس مضحك على اللقطات اللي لا لا لقطات. يعني شوف ليش هو الحين مع منتخب بلجيكا ما عليه ولا هدف في 6 مباريات، كان افضل حارس في الكاس ما عليه ولا هدف في 6 مباريات. ليش؟ في منظومه دفاعيه، المنظومه تعمل تساعده وهو يساعدها، لكن تجينا انا في المباراه 6 انفرادات اطلع لك 4 يدشوا علي 2 واحد بين رجولي يقول لي والله انت سيء. ضغط المنتخب البلجيكي مختلف عن ضغط ريال مدريد. انا برد عليك، انا برد عليك، بقول لك دخية سوء اليونايتد في موسمين كان هو المتألق وهو ولكن كان عنده اخطاء. طيب ولكن شنو إيه؟ يعني مو عذر آه لما يكون انت تجينا على دخيه موسم كامل افضل لاعب محمد دخيه، محمد عفوا دخيه خذ 3 سنوات افضل لاعب في اليونايتد يا كابتن. دخيه كان في سوء اليونايتد كان هو البارز، هو الاكثر كان افضل لاعب في اليونايتد، كان افضل. مع ذلك كان عنده اخطاء، هذا امر طبيعي. انا قاعد اقول لك اللي قاعد يحصل مع كورتوا انه قاعد يتعرض لست انفرادات 7 في المباراه ويدخل عليه كوره كورتين ما رجوله، قالوا هذا سيء. يعني امس مثلا امس لو اهداف ريال مدريد بس لو اهداف ريال مدريد امس تم احتسابها هدف بيل وهدف بنزيما، إيه؟ الهدفين يتحملهم نفس. طيب الهدفين يعني يتحملهم 100% نفس. طيب وش اللي يتحمل كورتوا بالثلاث اهداف اللي امس؟ إيه؟ الهدف الاول 100% يتحمل، حتى الثاني لا الثاني صعب. وما تشوف انك بالغت، ما تشوف انك بالغت لما قلت ان عشاق ريال مدريد يبالغون في انتقاد كورتوا؟ ليش انا ما اقول محمد عفوا ليش ما اسالك سؤال واطلع في وجهه نظر امام مشاهدينا وامام الكل، ان محمد سهيل حمل زيدان دافع عن بيريز، بيريز هو من باع نفاس. لا خلنا اكمل لك، بيريز هو من باع نفاس وهو من شرى كورتوا، فانت على قرارات بيريز كورتوا افضل من نفاس، هذا بالنسبه لي والقرار صحيح ان ابيع نفاس واجيب كورتوا. طيب وين الافضليه؟ ما شاف الافضليه اللي تصبر عليه، انت جايب انت الحين في هذا الموسم انطر عليه، خل الفريق يتحسن وهو راح يتحسن معاه. ونفس هو واصل انه يحسن المجموعه محمد، يحسن. انا شاري كورتوا مو عشان المجموعه تتحسن ويلا انت لا انت إيه، انا جايبك انا ايش اللي قاعد اقوله لك؟ انا شاري كورتوا احسن فريقي، تحسن. لا ما تحسن. نفاس في الدوري كان يعاني من بعض المشاكل صح؟ انا نباس في الدوري وفي عليه انتقادات انه في الدوري كان ممكن عنده بعض الاخطاء ريال مدريد نزل فيها النقاط. انا لما شريت كورتوا شريت ان ابني هالثقه عوده الحارس الكبير، وهو اللاعب يطور من على الاقل تشكيلتي، مثل ما انا شريت لاعبي يطورون من تشكيلتي. محمد كل مباراه فضيحه يعني. لا لا ما تصير المباراه اللي انا ما قاعد تتابع انت عبد الله، والله ما قاعد تتابع اهم المباريات المؤثره. ما قاعد انت قاعد طالع باريس لقطه باريس قلت تابعت اجاكس الموسم الماضي. لا ما قاعد تتابع انت محمد، لا لا في لقطات من الحارس مهزوز. انت قاعد تقول لي لحظه عبد الله الحارس مهزوز، خلينا نتكلم. لا انت قاعد تقول لي مع نفاز كان ينزف نقاط، وقتها كان الريال زين، فريق زين، فريق ما يخسر بسهوله. بالمقابل هني نفاز كان 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 يخلي الريال يتعثر، لكن تجيب كورتوا في وقت ان الريال يكون فيه زين، هني تعال حاسب الحارس اللي قاعد يضيع نقاط. تجيب كورتوا فريق سيء وتجي تلوم على اهداف، يطلع لك 4 اهداف بس على كره واحده تقول لي هو مخطئ؟ نسيت نفاز مع بايرن ميونخ من اهل ريال مدريد، هو اللي سبب الاياب كذلك. فيديو نسيت الثلاث ابطال ودور نفاز، فيديو فنتس يا كابتن هو سبب الاياب بعد الثلاثيه، لان قاعد نبالغ احنا نذكر له لقطات. نفاز كان جزء كبير من تاريخ ريال مدريد اللي حصل بالفتره الاخيره، كان متالق لكن عنده اخطاء، تالق كثير وعنده اخطاء. بدايته حال حال باقي الحراس، بدايته ما يخطئ. لا لا حارس ما يخطئ. طيب بدايته ليش ما تقول حارس محمد؟ ليش ما تقول حارس؟ انا انتظر منه يشيلني بلقطه لقطتين، انتظر منه ان الوضع اللي انا اكون مضغوط هو يشيلني بكره كرتين سهلين مو صعبين ما يشيلهم. الحارس اللي يدخل عليه هدف اجاكس شون الدنماركي اللي حط عليه فاول من زاويه لزاويه، محمد الحارس ما عنده ثقه بنفسه، فقد شيء كثير. عنده اخطاء، اقول لك انا شوف شوف شوف. طيب. التلاقض اللي صاير في يعني هو مع بلجيكا الحين ما عليه ولا هدف. طيب محمد عشان نطلع من هالنقطه، عندي اتصال فريقه زين مع الريال قاعد يطلع اهداف بس. طيب. مقابل كره واحده. طيب. نرجع نرجع لها عندي سؤال لك، نرجع لها عقب ما ناخذ الاتصال. محمد الرميحي من قطر حياك الله يا ابو عزوز.
الو الو ضاري حياك الله. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل يا ضاري. صباحكم الله بالخير. حياك الله، صباحك الله بالنور. بس اخوي بخصوص مدريد، يعني مدريد انا ماني فاهم شلون زيدان وبيريز يعني ما دشوا على نيمار. يعني هم مفكرين يعني هازارد يعني يشيل الفريق. هازارد ينتهي الموسم بدون انجليزي قبل 5 أقوال 6 أقوال. يعني هذه نقطة مدريد انا بس حبيت اشارك فيها وارد اكرر. لا لا، هازارد الموسم السابق مع تشيلسي اكثر موسم له صناعة وتسجيل اهداف. مجموع والله العظيم متابعين دوري انجليزي، والله متابعين. وانا متابع. يعني بوكي الحين يعني بوكي اخذ المدريد يشيل مدريد، يعني بوكي قاعد يقول الحين. لا هازارد لاعب زين وبس. انت ذكرت 5 أهداف، انا اقول لك مجموع اهدافه كانت هي نيمار تسجيل مع تشيلسي. فريق نيمار فريق شو ما تاخذه. طيب كابر فاس كيس ما فاس. ضاري انت مدريدي؟ انا ليفربول، نسيتني متحديت قلت لك ابطال اوروبا ليفربول خالص. طيب مبروك لك يعني بث الرجعي، لكن من يتحمل الخساره الحين؟ ما في سوق انتقالات، من يتحمل خساره ريال مدريد بالثلاثه؟ اللي يتحملها مكابره زيدان بسالفه نيمار، انا ما بي يعني طالع لي فيها، عرفت؟ طيب والله زيدان عم على نفسه. طيب طيب وضحت يا ضاري، شكرا لك. محمد الرواحي رجع لنا، حياك الله ابو عزوز. الو الو. طيب نرجع على ما يجهزون الخط. محمد سهيل، بدايه نفاس مع ريال مدريد وبدايه كورتوا، من الافضليه عندك تشوف؟ بدايه نفاس كافضليه. بدايه نفاس. طيب ولكن انا عندي ثقه كبيره انه لو الفريق تحسن راح يكون احد نجومه كورتوا، انا متاكد 100%. حارس عنده امكانيات عالميه، امكانيات سوبر، حارس سوبر، بس اذا الفريق تحسن راح يكون كورتوا احد نجومه. طيب نشوف معكم مشاهدينا غلاف الماركه بعد خساره ريال مدريد شنو عنونت بهذا الشكل. لا يمكننا ان نفكر بدوري الابطال. سهيل، هل اخطا زيدان بقرار عوده ريال مدريد؟ يعني هلا انا تحفت لك بشخصيته ولا زيدان ما بعرف، بس انا راح اتقمص زيدان وجاوبك. اول شيء انا حققت 3 ألقاب مع هذا النادي على مستوى تشامبيونز ليج، نو واي ارجع. رجع تفوز انت بالدوري، ما نحن عرفنا انه برشلونه له النفس الاطول بالدوري، يعني استثنائيا ريال مدريد اخذها مع مورينيو ومع زيدان، واتلتيكو مدريد استثنائيا. فنحن بنعرف انه حاليا بوجود ميسي بالدوري انت انسى، بالتشامبيونز ليج ما مفروض ينسى انه من بعد ريال مدريد 2016 2017، يعني اخر مره لما حققها ثلاث مرات، بدك ترجع ل 89 90 تشوف انه في فريق حقق لقب مرتين. شكرا. مضبوط مضبوط. اوكي هذا واحد، هذا اول شغله. اثنين، زين الدين زيدان ما راح عمل اختبار اخر بالدوري الانجليزي، مثلا طور حاله على المستوى الفني على المستوى التكتيكي، ضلوا زيدان هو نفسه ورجع للفريق لم يقدم الاضافه لسبب صار هو عباره عن كتاب مفتوح للكل. كان يروح للدورات التدريبيه، كان يحضر الدورات التدريبية. حبيبي حتى بفتره التوقف. يا حبيبي تقول لك شغله، انت لما تروح تتعلم بالمدرسه وبالجامعه غير ما تنزل على السوق تشتغل بالسوق. طيب زيدان ما كان يدرب قبل ريال مدريد حقق 3 أبطال. يا اخي على راسي وعيني، بس انا رايي عامل لك، انا برايي انه بعده فكره واحد يعني لم يتطور. انا بشوف انه زيدان كان المفروض يرجع على الريال ولكن مش هلا. طيب بس في شغله انا بدي ارد على الا ترد عليه بعد جاسم من قطر. حياك الله يا ابو حمود. الو. الله يحييك، صبحك الله بخير. حياك الله. الله يحييك، صبح عليك الكباتن. حياك الله طال عمرك، هلا ابو عبد الرحمن تفضل. الله يسلمك، اول شيء اقول هارتك حق كابتن سهيل ولي انا على الحفله والمهزله الكرويه اللي صارت كانت صراحه. نعم. يعني زيدان دستور على هالوضع بدون ما يلقى حلول تكتيكيه وفنيه، شكله ديسمبر نوفمبر طايف من النادي. ابارك حق كابتن سمير عبد الرؤوف فوز نابولي. حبيبي الله يسلمك. بس بدي اسال كابتن سهيل حضرتك سؤال. ايش رايك في النجم النرويجي ايرلينغ هالاند اللي امس سجل هاتريك، وزميل الكوري هوان جيتشان؟ يا ريت يعطينا معلومات عنهم. عندي همسه اخير بس حق كابتن عبد الله الكناني، الله يعينك يوم السبت على كونتي، بيتحرك ثلاثي ابراج فيك. يعطيكم العافيه. شكرا لك يا ابو حمد. محمد رميحي حياك الله، رجع معنا والثالثه ثابته ان شاء الله، حياك الله. ابو عزوز. الو. ظهر ما النصيب في محمد الرمحي.
نرجع ل بس اخر سبب عن عن عم تسالني ليش زيدان بيرجع ولا انا بشوف انه مفروض يرجع بس انه مش هلا مفروض يكتسب خبره اكبر من هيك. هلا في شغله الشباب عم بيقولوها عن بوجبا، يا شباب في شغله معليه يعني انه الواحد بده معليه انا لا خي بعلم ولا شيء، بس لو زيدان بلش من السيزن من اوله وما كان في وقت بقول الواحد، بس اخذ وقته يعني انه اخذ وقته بريال مدريد وحط اجراه وقعد وارتاح يعني يعني ما انذرك لما هو حدد الاهداف اللي بده اياها. كان المفروض هو من وقتها ما وصل وتسلم الفريق وبده يبلش ياسس حط بوجبا قدامه خلص راح لعنده بيريز. ما في بوجبا الحين خلصت الخيارات الحين تعيش مع الوضع الحالي. يعني الحين الحاله اللي قاعد يعيشها الريال بسبب بوجبا. لوك يا خيي يا مشاري سالتني سؤال قلت لي هل اخطا زيدان في العوده؟ عم اقول لك انا انه ايه اخطا. ليه؟ عم اقول لك اخطا لانه اجى بوقت يعني مش انه اجى وكان مجبور كان عنده وقت. كررتها سهيل انت قلتها قبل شوي قلتها لازم يحط بوجبا وبعدها انه يوقع مع ريال مدريد. طيب لا انت كان عندك رد على محمد سهيل. لا كان عم يحكي عن بوجبا انه بوجبا ما في انا بشوف انه مجيء بوجبا كان يجب ان يرتبط بمجيء زيدان. لازم نعطي مشاهدينا حق الاداء الجميل لباريس والاشاده اللي شفناها امس. عبد الله الشكناني معاك امس باريس كان كتيبه رعب. ممتازين ابو محمد عندهم الضغط العالي كان جدا رهيب. يمكن ريال مدريد ما عرف يطلع من مناطق الدفاعيه بشكل منظم. مجموعه ممتازه محمد. اي فريق بالعالم لو تشيل منه نجم واحد يتاثر ممكن حتى اسلوبه يتغير، مثل ما دائما يقول غوارديولا عند دي بروين لو اغير دي بروين ممكن اغير تكتيك كامل. زي انا لا عندي كافاني ولا نيمار ولا مبابي، ممكن مو اغير خطه اغير حتى افكار وادوار كل لاعب الهجوميه والدفاعيه. ومع هذا كانت المجموعه ممتازه، ولكن انا عندي دائما تحفظ على باريس. شنو تحفظك على نتيجة والأداء؟ مو النتيجة، ممتازين أمس وعلامة كاملة وبرافو وأداء ومجهود وشراسة وافتكاك وقوة هجومية من غير نيمار وكافاني. من غير نيمار ومبابي وكافاني. نعم. علامة الاستفهام مو على أمس، على تاريخهم ومشوارهم في السنوات الماضية. هذا الفريق كان علامة جدا يعني واضحة من الخذلان لجماهير أبو محمد في طريقة خروجه من دوري الأبطال مع الثقل النجوم اللي عنده. هل تخيل مع عودة النجوم يقدر يعطيني مجموعة متناسقة عندها رغبة العطاء والالتزام التكتيكي؟ ليش لها الموسم؟ لا بس كل موسم ترى كل موسم احنا نقول هالكلام كل موسم يبدون بالقوة هذه. نعم بالضبط. يصل دور 16 كان عنده فرصة ريمونتادا برشلونة يطوف واجه مدريد في ظروف صعبة لمدريد. مدريد وخسر صح؟ اي ولكن الأضواء والنجومية والتكبر على كرة القدم خصوصا من نيمار ضغط على هالأمور. يونايتد نحتاج كمان. باريس يركز أكثر على عمل فني مو على صحافة ونجومية وأضواء. وضحتها. عندنا اتصال بعد من قطر، حياك الله. ألو ألو سالفة التليفونات اليوم جاسم. الو طيب على ما تجهز الاتصالات سمير، دي ماريا تألق امس وقدم اداء استثنائي. هو كلهم تألقوا بصراحه امس بس لا دي ماريا بالذات امس انا بوجهه نظري ثلاثي خط الوسط هم اللي كانوا متألقين مش دي ماريا. دي ماريا لانه سجل هدف وسجل الهدف الثاني بشكل تكنيك عالي، فظهر دائما المسجل الاهداف هو اللي ياخذ الهاله الكبرى الاضواء. صح لاعب متمكن، لاعب سوى جبهة على ريال مدريد، الكرة ما تروح منه بسهولة، كان منتج. أمس كان يبي ريال مدريد يبي يلعب يبي لا مو بس يبي يلعب، شايف اللاعب واضح اللي يبي الفريق هو شايف الفريق شايف الملعب صح يبي يلعب. نرجع لاتصالي أخي. ألو رميح ذا. ألو ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله، حياك الله تفضل. حسن صراف حياك الله. هلا حسن تفضل حبيب قلبي. يا ابو محمد انا اول شيء والله رغم اختلافي مع محمد سهيل بالميول الكروي ويشجع مدريد وانا برشلونه، ولكن انا واثق 100% ان محمد سهيل ما يجامل على حساب النادي، ولكن اليوم تفاجات ان محمد سهيل قاعد يجامل في كلمه وده يقولها بس مو راضي يقولها. يعني احنا ليش ما نقول محمد سهيل؟ ليش ما تقول انت ترى ريال مدريد اللي قاعد يعاني منه غياب كريستيانو رونالدو؟ يعني احنا اليوم وثقنا 100% ان كريستيانو رونالدو هو صنع زيدان كمدرب، هذا واقع. احنا ليش احنا نكابر ونقول كلام غير هالكلام؟ يعني هذا واقع 100%. يا محمد سهيل اتمنى انك ما تكابر وتقول هالكلام. قلت انا كونك كمدريدي وتحب مدريد. اي والله قلتها الو كمل كمل والله قلتها. ايه وقاعد اقول لك هذا الخلل اللي مر فيه ريال مدريد حاليا هو سبب كريستيانو رونالدو، وبيريز هو واحد من الناس اللي صراحه
يعني امتص غضب جمهور مدريد بوجود زيدان واخفاق بدايه الموسم انه شنو سوى موضوع صفقه نيمار. فيعني هل هالشيء واضح من فيريز ويعني بس بعد ما له اي شيء فيريز يعني المفروض طيب. فيريز لازم يعدل. وضحتها اخوي حسن الصراف. معنا صلاح من السعوديه، حياك الله يا صلاح. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل اخوي صلاح. الو حياك الله، تفضل نسمعك. مساء الخير عليكم. مساء النور وصباح الخير عليك وعلى مشاهدينا، تفضل. انا الاسبوع اللي طاف ترى سالت اشكراني بس ما جاوبني لما قلت انه كره فالفيردي خطر على كره برشلونه. حبيت انه هو يشرحها، يمكن هو راح يوضحها بصوره اكبر. انا مؤمن بالشيء هذا انه فالفيردي خطر على كره برشلونه اللي نعرفها بسنوات اللي مضت. ثاني شيء انا اتابع الدوريات الاوروبيه كامله. الدوري الانجليزي يعني يمكن الوحيد المختلف انه بداوا يستفيدون من التعديلات الجديده بكره القدم. الضغط العالي، ال 20 فريق في الدوري الانجليزي يلعبون ضغط عالي. في ابطال اوروبا توقعت انه راح تبين معاهم، اتضح لي بس مانشستر سيتي هي اللي معاه ماشيه الكوره وهو اللي قاعد يعرف يلعبها الكوره هذه والضغط العالي واستفاده من التعديلات الجديده. وشكرا لكم. شكرا لك يا صلاح. معنا عبد الرحمن، حياك الله يا عبد الرحمن. الله يحييك، مساكم الله بالخير. هلا حياك الله، تفضل. يعطيكم العافيه على البرنامج الناجح. الله يعافيك، تفضل اخوي. عندي سؤال للاخ سهيل الحويش. تفضل. الحين شايف تالق شتيجن، هل هو للحين ما زال يفضل نوير على شتيجن في المنتخب الالماني ولا لا؟ والنقطه الثانيه اوجه تحيه للحكم هاشم الابراهيم، ابدا بمباراه اليرموك والشمال. شكرا لك يا عبد الرحمن، وحنا نوجه تحيه وياه. ليش بنحرج يعني؟ نوجه له تحيه. طيب نرجع لاخر جزئيه في ريال مدريد، انت كمدريدي احتفال دي ماريا شنو يعني لك؟ ما يعني لي شيء، احتفال دي ماريا حتى ضد مانشستر احتفال، ضد الريال احتفال، فهذا حق له. حق صار له فتره طالع خلاص. ما له اي شيء يعني. امر طبيعي تشوفونه. يعني امر طبيعي. كل ما يعني كل ما يحتفل ضد فريقه السابق طلعونه. طيب احتفل مع برشلونه ضد برشلونه ومانشستر طلعوا برا البطوله. لا حق لا يعني ما لا هو حق. خلصنا مشاهدينا مباراه باريس وانتصار على ريال مدريد، ونروح الى برشلونه وحديث مدرب دورتموند فالفي وحديثه بعد المباراه شنو قال بعد هالتعادل. حبيب عبد الله تقول تغير كلام يعني؟ عم بغير كلام. لا لانه بالموسم الماضي لما انا صرت هيك احكي اي كلمه عن أليجري انه أليجري المفروض يركن خارج يوفي، قال لي عبد الله لا هذا مدرب تيرمي وهذا عملاق. طب هلا انت عم تقول انه موسمين عنده ازدواجيه انتقائيه في وجهه النظر. وخي عندك ازدواجيه خي شو بدك منك يعني؟ شو بدك؟ عاطف يا عبد الله يقول لا اسالك شغله بس ارد لا لا حسد بس في شغله اول شغله انه انا باخذ بعين الاعتبار عبد الله شو بقول انه بعدني حافظ يعني انا باخذ بالاعتبار حكيه، ولكن انت من الموسم الماضي أليجري ضلوا يفشل ونحن نقول المفروض يورجن خارج يوفنتوس لا هذا مدرب محترم. هلا انت عم تقول فالفيردي مرتين خسر لازم يطلع برا. تفضل. اول شيء خروج فالفيردي من برشلونه عشان نرجع كره برشلونه مو معناتها ان فالفيردي مدرب هاوي ولا سيء، ولكن يكفي على السيناريو ما قال الشيء الهاوي. اي أليجري ابو محمد، أليجري ما قبل أليجري، شوف اليوفي ما قبل أليجري اوروبيا وما بعد أليجري اوروبيا، اذا أليجري لا بصمه ممتازه واكمل عمل، واحنا كنا نتمنى ان أليجري يعني يحقق اهداف اليوفي. العمل اللي حققه أليجري في اليوفي محليا والكره اللي قدمها والافكار التكتيكيه تدرس خلينا نقول المدربين الخارجيين يتعلمون من يوفي أليجري، كان جدا مميز. طيب. ولكن ما توفق في الجزئيات الاخيره. الغلاف السبورت اهداء لك سهيل الحويك. اهداء نشوف وياكم مشاهدينا. الحائط ترشتقن. اهداء لك يعني هذا من فريق الاعداد عودي عوضنا في دريب. اول شيء إيه؟ شو ما عملوا ترشتقن الماني يعني انا بعشقه، هذا اول شغله. الشغله الثانيه بكل فرق العالم بكل منتخبات العالم بصير في صراع على مركز دفاع على الحارس المرمى على المهاجم عاديه، ولكن انا هون بلومه لشتيغن. شتيغن انت لما كنت بالمعسكر تبع منتخب المانيا ما تحدثت، خلص المعسكر خلص المباراه طلعت على الصحافه وقلت هل برايك انه انت اذا صرحت الى الاعلام هذا الشيء راح يشكل مثل نوع من الضغط على لوف تحت يغير رايه؟ اكيد لا. ساعتها هو بلش رد على نور رجع هو. المشكله وين؟ المشكله انه يوباكيم لوف بدل ما يعاقبه لشتيغن
قال له ما تزعل بكره حتاخد انت حظك بالمباريات وكذا. انا بشوف انه التصريح الوحيد الذي يستحق انه نقول عنه تصريح رجل هو تصريح كارل هاينز رومانيجي المسؤول الكبير في بايرن ميونخ، قال اين انت يا اتحاد الماني لكره القدم لكي تضبط هذه المهزله اللي عم بتصير. كل عمره حراس مرمى الماني يصير في خلاف ليمان، كان اخر شيء جرى تفضيل ليمان بكاس عام 2006. ولكن انا بدي اقول لك شغلي، انا مع بقاء نوير ليه؟ لانه يا شباب معلي يعني الواحد ما يحكي كانه برشلونه انا بدي اشتغل روق شوي متالق لو مشتغل انا دورتموند جيك خسران برشلونه بثلاثه جيك انا بالحديث. اذا نحن شلنا نوير، من سيكون قائد منتخب المانيا من بعد فيليب لام وباستيان شفاينشتايجر؟ ما عندك قائد لمنتخب المانيا. كيميتش بعده صغير، رايس اثبت انه لاعب محلي، ما عندك قائد. كروس بارد، بدك قائد بقلب الملعب. نوير مش بس افضل حارس، نوير حارس وقائد، من هون لوف متمسك فيه. هذا واحد. اثنين، بيلد الالمانيه الشهيره عملت استفتاء القراء الالمان، 60% منهم اختاروا شتيغن. انا ما بتخبى ولا اصبعي، اختاروا شتيغن. ولكن انا اذا بدي اطلع على مصلحه المانيا، انا بشوف انه حاليا شتيغن رقع حالك، عمرك 27 سنه. نوير امبارح صرح قال انه انا من بعد يورو 2020 بدي اعتزل. وشخصيا هلا انا ما عم لي علاقه باراء الشباب، انا بشوف انه شتيغن الماني انا بحبه كثير، له الشرف يكون بديل اعظم حارس بتاريخ كره القدم. طيب وانا بقول لك يا سهير رؤى لحالك شويه، انا رايق طيب. انا مبسوط انه شتيغن رايق. شتيغن متالق وفي كثيرين يشوفون انه يستحق في ظل تراجع مستوى نوير. نوير مش بتراجع مستوى، هذه نقطه، مش بتراجع مستوى نوير، هذه نقطه. النقطة الثانية، أنت ذكرت القائد، وكلنا يعرف وممكن حتى مشاهدينا يملكون ثقافة كروية عالية، القائد في الملعب أفضل من يكون في حراسة الملعب، في حراسة المرمى. طيب يعني ممكن يشوف يعني قائد إنه في خط الوسط، في خط الدفاع، فهذا مو عذر. أنا بسمع بس خلنا نتفق إنه في المونديال اللي فات انظروا في نوير، ما يصير أنا حارس مرمى مصاب طول الموسم لعب ثلاث مباريات أربعة يشارك أساسي في كأس العالم. أي مظبوط، هيدي مظبوط. هذا في ظلم، في ظلم كبير لنوير، صح ولا لا؟ لنوير ولا شتيغن؟ هل شتيغن عفوا، في ظلم كبير لشتيغن في هذه الحالة. لا، في تم ظلم شتيغن، ولكن حاليا بعد تألق نوير حاليا أنا بوجه نظري وجود شتيغن وجود نوير في المرمى ما راح يفرق مع منتخب ألماني. إذا أنت بتقول لي السبب الكبير أنه هو قائد، أنا قاعد أكلمك عن وضع فني للفريق. وجود شتيغن وجود نوير ما في اي فرق للمنتخب الالماني، اثنينهم راح يقدمون نفس الاضافه للفريق للمنتخب. سمير رايك بالنقطه؟ انا رايي ان هذه الامور يعني اللي صارت بالتصاريح بين اللاعبين هذا اكبر غلط. صح، يعني هذه غلطه كبيره طاح فيها شتيغن ورد عليه نوير. كان اذا نوير قائد كان المفروض ما يرد. اذا انت قاعد تقول نوير قائد كان المفروض ما يرد على هذا الرد، لانه كبر الموضوع الان وتدخل رومانيجا، لان رومانيجا يعرف هذه الامور شنو ممكن تسبب في المستقبل. وهذا رد من رومانيجا يدري ان هذه الامور ممكن تسبب حساسيه كبيره في معسكرات وفي غرفه الملابس. دور لوف الحين انه يوازن بين الاثنين، انا امتلك جوهرتين في حراسه المرمى، لازم انا اوازن بينهم. انت من تفضل سمير؟ التفضيل بالنسبه لي الاثنين نفس المستوى، انا بوجهه نظري الاثنين الان قاعد يقدمون نفس المستوى. القيمه الفنيه لحراسه المرمى ما في فروقات بينهم كبيره، يمكن قاعد يتعرض شتيغن لظروف اصعب لانه يلعب في برشلونه، وتدري انت صيت برشلونه يختلف عن صيت الدوري الالماني. نعم، فلوف دوره انه يوازن بينهم، يعطي فرصه حل المشكله للثنين. لوف اي نعم، عندنا اتصال من البحرين. هشام حياك الله. الو الو، حياك الله، تفضل. الو، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله اخوي هشام، نسمعك، تفضل. الو، نسمعك، تفضل اخوي هشام. ايه شيخ، بس عندي سؤال للكباتن. قول. وخاصه سيل حويك، بس من بالنسبه لهم من افضل شفاينشتايجر ولا كروس؟ والسؤال الثاني للكباتن، شنو الحل ويا ازمه مدريد هاي الموسم؟ وتسلم. شكرا لك اخوي هشام. عبد الله شكراني، في موضوع شتيغن ويا نوير وتالق شتيغن امام دورتموند، شفت المباراه؟ شفت ليش يعني المفروض انه مرعب الاداء، مرعب محمد، انصاف من الجميع صراحه يستاهل. وهذا ترى هذا مستوى صار له اكثر من موسم محمد. حراس يعني شتيغن حارس عملاق، لكن لو يرجع لي القرار نوير ولا شتيغن، انا كمدافع، انا كمدرب، انا كجمهور الماني، انا كقائد، انا كاي شيء، حاليا ما اقدر احرك نوير من مكانه محمد. الموسم الطاف اقول لك شتيغن يلعب، انا نوير مصاب، لكن نوير بهالجاهزيه
محمد لازم تتابعون نوير في بعض اللقطات. لا لا عنده عنده لقطات خرافية وما زال محمد نقطة مرجعية في بداية الهجمة. ما زال أي مدافع ركز على أي مباراة فيها نوير عنده الثقة إنه يلعب حق نوير لو مضغوط عليه مهاجم تصرفه في الكرة هذا يفيد أي يعني تفضل نوير. أنا حاليا نوير ما يتحرك من مكانه بالنسبة لي مع تألق شتيجن. شوف عبدالله طول ما أنه في عندي أنا حر اثنين لاعبين في نفس المستوى واحد أقدم من الثاني وما أخذ مركزه وقاعد يحافظ على مستواه فالأفضلية راح تكون له حتى لو ما عنده على قولتك رد الفعل الخرافي هذا ما له علاقة. هو دام إن أنا فريق أنا مدرب أو منظومة وعندي اثنين يلعبون في نفس المركز والاثنين مستواهم زين بس في واحد أقدم الثاني ودام القديم محافظ على الرتم ماله ما يصير أنا أزيح نهائيا وحط مكانه حارس مرمى ثاني. لا هو المطلوب التوازن بينهم يعني يعطي فرصة حق هذا مباريات ويعطي حق هذا فرصة مباريات. هذه النقطة سمير أن ما في عذر أن أنا أشيل نوير مو تشيل. لا لا ما اسمها تشيل الحين. لا لا أنا مو أشيل فرق أنا أعطيك فرصة وفي فرق أن أنا أشيلك أشيلك يعني ما راح ألعبك نهائيا لكن أنا معطيك فرصة لعبة مثلا نهائية حق المنتخب مو طيب. بذاك القوة لا لعب اشتقت ليش ألعب نوير كفرصة إيه طيب محمد سيل لبي تعليقك ليديونج سوى لايك مشاهدينا اللي قرر رحيل فالفيردي وبعدين شاله صج ولا فيك هذه بالغلط اكيد لا صج بس في بالغلط. يعني في ناس يقولون ممكن بالغلط اكيد انا بس شفت حسب الغلط احس انه لاعب لايك يعني واللي الكلام المكتوب يعني رحيل يطالب في رحيل فالفيردي يعني بالغلط يعني بالصج يعني هم ديونج على قول سير روع علينا من جا برشلونه طالع 36 نقطه خلاص اهدى شوي انت توك لاعب صغير لا تجيب الضغط عليه كل بعد اول مباراه انتقد الفريق فنيا يعني قاعد يهاجم وماخذ راحته في الاعلام بعد المباراه الاولى ضد بلباو يقول احنا كنا بطيئين في الافتكاك لازم نضغط بهالشكل ونتحرك بهالشكل ونمرر اسرع عفوا هذا مو دورك مو شغلك صح احترامي لا انت الكابتن ولا انت المدرب فمو دورك ديونج تاثر الانتر التعادل انا ابدي من تصريح كونتي يوضح كل شيء كونتي يقول انا المتسبب لا قال تصريح ثاني لا ما راح اقوله لا 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 قال مثل ايطالي هو مثل ايطالي مثل عسكم الله بالحمار اي قال كلمه الحمار طبعا احنا نفهمها باللغه العربيه انه كانه سبه هذا مثل ايطالي الطالب الغير مجتهد يعطونه هالمثال حسب ما قالت صحيفه لاجازيتا دو سبورت يوضحونه ماشي كونتي ليش يقول هالكلام مع انه صراحه غريب التصريح يقول محمد الفريق ما لعب بشكل سيء لان في اخطاء فرديه او اللاعبين ما طبقوا افكاري يقول الاختيارات كانت مني التبديلات كانت مني قراءتي شوف محمد كونتي يثبت ان الاخطاء كلها كانت منه فبالتالي يمكن يقول وضح شيء يمكن امور فنيه مهمه يقول انا في الدوري لعبت مع اودينيزي وليتشي وكالياري كلهم ينتظروني في مناطقهم وانا اللي ابادر وانا اللي اهجم وانا اللي اصنع وانا اللي ابدي اللعب سلافيا براغ لا من بدينا المباراة وهو يضغط علي فيقول هذا النهج والطريقة اللي تغيرت عليه ممكن أثرت على الفريق طيب بس بس بس, بس كونتي واضح أبو محمد كونتي واضح أبو عبد الله متى معنا علي كابتن علي بولند باكر إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله كونتي طول المقابلة هو يلوم نفسه يقول أنا المخطئ وأنا المخطئ أنت حطيتها اليوم على عندك على السناب في أول لاعب من الخليج يشارك في دوري أبطال بحريني نعم بحريني شارك بصافيا برقد ضد الانتر يوسف عبد الله يوسف عبد الله نعم نشعر بالفخر وهالشيء هذا بما ان برنامج اوروبي اعتزاز ان اول لاعب خليجي يشارك في دوري ابطال اوروبا يوسف عبد الله يعني نوجه تحيه للاعبين الخليج بشكل عام وله بشكل خاص انه مثلنا في بطوله الكل يتابعها وان شاء الله تكون بوابه لتالق يوسف ومن بعده تألق جميع لاعبينا المميزين اللي بإمكانهم إن شاء الله أن يحترفون في أندية أوروبا ويشاركون في دوري أبطال أوروبا. مشاهدينا فاصل ونرجع مع قمة أتلتيكو مدريد يوفنتوس. حياكم الله مشاهدينا دييغو سيميوني يتحدث عن التعادل الثمين نشوف وياكم. سمير استحق أتلتيكو مدريد هذه النقطة؟ إيه طبعاً استحق يعني أدى مباراة كبيرة والميزة في أتلتيكو مدريد إن أو سيميوني بمعنى صح إن حتى مع العناصر الجديدة اللي جت شربت الأسلوب والطريقة اللي يحب يلعب فيها 4-4-2 ما قاعد يغيرها هو دائماً محب لهذه اللعبة تطبيقها هي الصعب
اصعب خطه انا اشوفها في 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 عالم كره القدم 4-4-2، لان دائما تخلط اذا ما كان عندك قدره على انك انت تكون متماسك خطوطك متقاربه راح يكون في فجوات كثيره، راح يكون في عندك مشاكل. لكن قدره هذا المدرب على انه يصنع دائما عقليه اللاعب انها تتبرمج على هالخطه، حتى لو لاعب جديد قادم الى الفريق قاعد تشوف انت عناصر جديده كلها تبرمجت الى الطريق الصحيح في هذه الخطه في هذا الطريق، وبالتالي هو يلعب دائما دفاع منطقه افتكاك بقوه التحامات ثم ارتدادات عن طريق عمق الملعب او عن طريق الاطراف. يمكن غياب غريزمان كلنا قلنا انه ممكن يتاثر الفريق، لكن شفنا الفريق قادر يوصل الى المرمى، لكن هو عنده مشكله في جوده الانهاء، جوده الانهاء عندهم قاعد يصير فيها خلل. يعني يمكن كوستا فيليكس شو رايك فيه؟ فيليكس يعني ليس مهاجم، وامس لعب 4-4-1-1 فيليكس حطه تحت كوستا، خلى كوستا يعني وحيدا في الامام، واعتمد على انه يكون في ارتدادات من الاطراف، لانه يدري ان يوفنتوس يملك القدره على الاستحواذ وبيصعد بدفاع متقدم. هذه افكار هو قاريها وعارف وتعامل معها بالشوط الاول بشكل ممتاز جدا وقدر يوصل، بس قلت لك جوده الانهاء فيها مشكله عند اتلتيكو مدريد، وقاعد تشوف اغلب اهدافه يمكن من كرات ثابته ما كانت تكون من جمل تكتيكيه. اليوفي الشوط الثاني صراحه يعني قدم عطاء مختلف عن ما شفناه في مباراه اتلتيكو في الموسم السابق، استحوذ بشكل ممتاز، نوع طريقة اللعب، وكان عنده رغبة أكثر في إنه يحقق الفوز، وقدر إنه يتقدم بهدفه. لكن الأخطاء اللي قاعد تصير في الكرات الثابتة يعني راح نرجع للأخطاء، لازم يشتغل عليها. أسأل محمد سيل، محمد اللي أمس شفنا إنه في ظهور جميل اللي أتلتيكو مدريد مثل ما قال سمير، إنه عودة نتيجة المباراة من 2-0. بشكل عام الظهور الأول بعد خروج يمكن غريزمان رايك فيه، لان الكثيرين حطوا علامات استفهام ان الفريق غير من مجموعه كبيره من اللاعبين وفي ممكن اسلوب جديد يكون على الفريق. لا شوف التغيير اللي حصل هذا يخدم سيميوني، يعني كاستراتيجيات انت لما تستخدم في سيميوني من مدرب اللي يستخدم استراتيجيه طويله المدى. طويله المدى انا لازم اغير شكل الفريق واغير العناصر كل 3-4 سنين علشان اجدد الحافز بالفريق. ولكن انا عندي نقطه ثانيه، سيميوني في وضعيه حاليا لازم ما يقبل التعادل مع يوفنتوس على ملعبه. انت عندك القوه الاقتصاديه اللي تنعش فريقك، عندك الجوده، عندك الفريق الثقيل على ارضيه الملعب، انت لازم ما تقبل في تعادل مع يوفنتوس على ملعبك. انت لازم انت هدفك الاول يكون تحقيق الانتصار، بس معطيات المباراه انت بغض النظر عن معطيات المباراه، انت على ملعبك وعلى العناصر اللي عندك وعلى قوتك وعلى يعني شكل الفريق، انت لازم تكون يعني لك الافضليه، انت لازم تكون هدفك تحقيق الانتصار. ما اقبل اني اتعادل مع يوفنتوس مهما كان يوفنتوس، حتى ضد برشلونه، حتى ضد ريال مدريد هو كان له الافضليه. انا في وضعيه حاليا واحد من افضل الفرق في اوروبا. بس محمد هو كان له الافضليه في الشوط الاول. لا لا الشوط الثاني هدف مبكر من كوادرادو، هدف مبكر فخلى يعني غير حساباتك انت. حتى انا اكلمك غير حساباتك، انا الحين اكلمك بشكل عام. انت الحين حتى لما يلعب يوفنتوس ضد اتلتيكو مدريد في ملعب اتلتيكو مدريد العموم راح يرشح يوفنتوس. العام فايز بمباراة لا اقول اي يعني قاعد اكلمك انه لازم سيميوني يكون اشجع، لازم سيميوني يعني يعطي الامكانيات اللي عنده حقها. وصل مرتين نهائي الابطال. انا قاعد اقول لك انه يعني لازم يعطي الامكانيات حقها، مو خلاص يعني 7 سنين تعالى نفس السيستم، غير خليك اشجع شويه، خليك انك ما تقبل بتعثر امام اي فريق على ملعبك. نفس اللي حصل مثلا مع ليفربول. ليفربول حاله خاصه شوي، انت قاعد تلعب مع واحد من مرشحين البطوله. لو منو ما كنت ليفربول مع كلوب بامكانيات اقل من الامكانيات اللي يمتلكها سيميوني في خط الوسط في خط الدفاع، ومع ذلك قاعد نشوف كلوب ولا فريق يقدر مهما كان قوه الفريق. برشلونه وصل الى ليفربول انفيلد اكل 4 وكانت في ثقه بالرد في خسر تو. لا بس لحظه ممكن ارد عليه؟ لا على ملعبه ممكن ارد عليه شوي. انا اكلمك على ملعبه. لا قوه الفريق على ملعبه. لا هذا لازم محمد معلش كره القدم شويه فيها تفاصيل مختلفه عن اللي قاعد تقول. الموضوع مو بس فلوس وان انا غيرت لاعبين، لا جوده فنيه ما يخالف. انت الحين انت لما تروح تشتري ست لاعبين جدد وتحطهم في الفريق وتبي تخليهم يعني يعرفون طريقتك ويطبقونها بالشكل الصحيح، هل تعتقد ان هذا الامر بهالسهوله من بدايه الموسم من اول انطلاقه؟ في 4 لاعبين، في 5 لاعبين داخل ملعب يدد في على تشكيله سيميوني. الموضوع مو بهالسهوله. ممكن اثنين. لا انت هذه مباراه. انت تريبر انت ما تطالب سيميوني. لا ما تطالب سيميوني بالجوده. شمال لودي. لا اوكي لودي تريبر. تريبر للحين افضل لاعب في اتلتيكو مدريد. الحين ما عرفنا لك لاعبين. اختلفنا على نص اللاعب. انا فكرت اسماء 5 اسماء. لا بس اثنين يلعبون اساسيين، اثنين بس. لودي تريبر ويا جوا فيليكس وعوده كوستا. اقول لك بس اثنين يلعبون اساسيين. تريبر والحين هو افضل لاعب في اتلتيكو مدريد، وامس كان من افضل اللاعبين، ويا جوا فيليكس
واحد لم ينزل لاعبين. يعني لا تقول لي تشكيله الشكل ما تغيروا خمسه سته خير تغيروا اثنين بس خير لحظه لا انا قاعد اكلمك ان انت يا سيميوني يعني خبير ورودي خليك اشجع اصنع وجواو فيليكس هذول اثنين هذول خير لحظه يا شباب لحظه في عندك يعني اعمل لك يلي راحوا الاساسيين لوكاس يا كابتن كابتن تشكيله اساسيه يا سيم ما شغل بالراحه هاي تشكيله خلاص تشكيله اساسيه اي معلك اساسيه لا معليه ما انت عندك كمان اسماء باتلتيكو رحلوا من الفريق جودين ولوكاس وشو الشوط الثاني نزل هيريرا ونزل فيليتو يعني في لاعبين لا لا بس اللي موجودين ما يقولون عن رودري اللي موجودين ما يقولون عن حلو انا هذا وجهه نظري انا اللي اقصد بشكل عام ان اتلتيكو مدريد مع العناصر الموجوده مع عقليه سيميوني لازم يكون افضل من هذا الشكل على ملعبه يا سبحان الله محمد كلامك هذا ما قلت عن ريال مدريد ويملك يمكن عناصر افضل ما تتكلم عن انا اللي قلت عن زيدان بدايه الحلقه شنو قايل عن زيدان يعني ما غسيت يعني ما غسيت على زيدان دافعت عن كورتو ودافعت وقلت كبداية ما قاعد اقول لك عنه الحين اقول لك دور المدرب عموما اتلتيكو مدريد قدم مباراه زينه لا تقول هالكلام الا طيب اذا اتلتيكو مدريد قدم مباراه مو زينه هو قدم مباراه زينه بشكل عام هو قدم مباراه زينه شاري ما عليه يعني كمان واحد نادي خي راح لوكاس غريزمان جودين رودري طب هذول اربع اساسيين كذا موجودين وان فران اللي موجود وان فران لحظه شو رودري حبه حبه يا كابتن توماس واحد من افضل اللاعبين في الاتلتيكو في هذا الموسم يا محمد جوا فيليكس موهبه يعني الحين جديد على الفريق موهبه شنو قصدك انت موهبه جديد على الفريق ولاعب صغير احنا نختلف معك توكم قايلين الاتلتيكو ما تاثر في رحيل غريزمان وليش محسسنا انه خسر ترى ترجع امام يوفي احد مرشحين مثل ما قال عبد الله بنتيجه 2-0 معطيات المباراه لا لا قلنا قبل شوي لا تقول لي ان الفريق تاثر في جوده الفريق سهل لو مهما كان انا ما اقبل بالتعادل على ملعب ضد اليوفي مهما كان الفريق انت خسرت من العام محمد من اجاكس محمد خسر فشل خسرت بالاربعه فشل هذا فشل هذا فشل انا اكلمك ان سيميوني لازم يكون اشجع في ملعبه محمد. وتعادل محمد تعادل امام اليوفي هذا فشل دوري مجموعات بس ما ارضى فيه خصم مباشر وكان خسران ما ارضى فيه ما ارضى فيه يا فرد محمد انا اللي علي وضحت لما يكون متعادل خليني اقول لك شغله انا ما بدي افهم عن سمير هو سمير بيعرف يحكي عن حاله سمير عم بيقول انه بده وقت اتلتيكو مدريد إيه؟ انت مع سمير هذا واحد اثنين محمد عنده عقده من اي دوري يتفوق او يهدد الدوري الاسباني تحت الهواء كنا عم نطلع انا وياه على المباريات تبع اليوروبا ليج يلا يلا اشبيليا يلا يلا مدري شو عنده تعصب للانديه الاسبانيه تعصب يا محمد يا كابتن انا 10 سنين ما اشوف اوروبا لك يا اخي انديه اسبانيا ما تشوف اوروبا شيء في 10 سنين لك يا اخي على راسي وعيني تقول لي انت عقده وين عقده على 3 سنين سنتين مش عملك عقده شويه تكلم منطق مش عملك عقده انت عم اقول لك انه انت حبك لاسبانيا وحبك للانديه عم بخليك تفكر انه اتلتيكو مدريد اعظم نادي بالعالم خلينا نخلي يوفنتوس مرشح للفوز على اتلتيكو مدريد باتلتيكو مدريد كان ما عاد يجي الا انا اللي اقوله ان المفروض ما ينقال الكلام هذا ليوفنتوس في على اتلتيكو مدريد في ملعب اتلتيكو مدريد نظرا للجوده اللي يمتلكها سيميوني واللاعبين اللي يمتلكون لوك يا خي ما بدوعت اتلتيكو مدريد مش كوني فكانت شوشه لوك يا خي انت عم تقول انه مفروض اتلتيكو مدريد يفوت على مباراه هو يوفي هو مرشح ويفوز هو طبعا مبادره طبعا يا خي على راس وعيني ولكن هيدا الفريق جرى تجديده غريزمان راح لوكاس راح يا خي ما جدد الا لاعبين التشكيله الاساسيه واللاعبين محمد نتعاند انت ما ادري عبد الله ايش الكلام المفروض انه يصير لاتلتيكو مدريد المفروض انه يصير واحد خصم اليوفي واحد من انا ما اتكلم عن اليوفي اتكلم بشكل عام انا كمشجع يعني كمتابع لا انت مشجع كمشجع لاتلتيكو مدريد خلاص روح هيك بدي اياك انا ما اقبل ان انا يعني يو سيميوني يقبل بالتعادل مع انا لا افوز على يوفنتوس ليش والله اكون راضي بالتعادل مع يوفنتوس قالوا لك برايهم انا لا قالوا برايهم خلاص قالوا راي طيب عبد الله شكلان بسمع راي عبد الله شكلان وضح على النقطه هذه إيه؟ زين انا فريق كبير اتلتيكو مدريد ومرشح قاعد العب مع فريق مرشح اذا الحسابات غير الكلام التقليدي هذا عطني كلام غير الكلام التقليدي يوفنتوس فريق كبير بطل ايطاليا لا ابي كلام يعني انا قاعد اقول لك يا جماعه اتلتيكو مدريد لازم يكون اشجع لازم يكون بوضعيه افضل ليش معصب لازم في ملعبه في شنو لحظه خلني اشرح لنا عشان انا ما قاطعك بس لازم اقول لك في شنو اشجع في شنو قاطعت سمير وقال تبغى ترجع فيش السايد كلام تقليدي كلام تقليدي كلام سمير عطنا التفصيل اوكي احنا تقليديين يوفنتوس فريق كبير عطنا التفصيل يوفنتوس بطل ايطاليا اوكي شنو الشجاعة اللي تبيها انا اللي قاعد اقول انت ليش بالرتب سمير الرتب كل اللي قاعد تتكلم انا شو اللي قاعد اقوله
سيميوني على الجوده اللي عنده والفريق الكبير اللي عنده والقوه الاقتصاديه اللي عنده والجمهور اللي عنده وملعبه، لازم ملعبه يكون اصعب من الوضع الحالي. طيب عشان ما تكرر الكلام كل فريق وضحت محمد ما راح اسمح لك. محمد يروح ملعب ليفربول انا اضمن لك راح يخسر. محمد رجاء كل فريق محمد سيد ما راح اسمح لك لان نعد الكلام نطلع فايده. محمد سيد يقول كلام تقليدي. شنو أنا بفهم شنو اللي يقصده. خلاص نسمع من عبد الله. هو اللي يقصد تقليدي شنو يقصد. نسمع من عبد الله. يقول سيميوني خلاص محمد لا تقاطع خلينا نسمع من عبد الله. هو يقول لازم سيميوني يصير شجاع. لا عبد الله نسمع من عبد الله. متوتر فقاعد يخلط امور. محمد اهدى محمد. احنا قاعد نتكلم اتلتيكو على ملعبه من اقوى الفرق في اوروبا. لما العب ضد يوفنتوس هذه كره قدم، انا قاعد العب مع فريق بنفس مستواي، ممكن اخسر ممكن افوز، لان هذه كره قدم ما تخضع حق علم صحيح 100% في المباراه. لما انا ارجع من بعد 2-0 السيناريو حدي اني انا اكون راضي في العوده، هذه نقطه واضحه. لما العب معاه في خروج المغلوب نفس الموسم الماضي افوز على 2-0 هني اكون راضي، ما اكون راضي بالتعادل. وضعيه المجموعات تفرق، وضعيه السيناريو تفرق، وضعيه اللي قالها سمير ممتازه ان انا عندي لحن لاعبين غيرت جلد الفريق هني تفرق. فريقين كبار يلعبون مع بعض النتيجه توقعها مهما كانت. طيب مساله اني انا اكون على ملعبي لا اخسر هذه مو كره قدم قاعد اقولها، هذه كره افتراضيه قاعد. وضحتها سهيل. اليوفي مرشح، اليوفي عليه ضغط كثير كبير. من عام 1996 لم يفز بهذا اللقب وخاض من 96 لليوم 5 مرات مباراه نهائيه وخسر. بس انا بشوف انه في تغيير يمكن بالتصويب هذا الموسم. بالموسم الماضي مع وصول كريستيانو رونالدو كل العالم عم تطلع عليه انه انت سوف تحقق لنا دوري الابطال. هالموسم انا بحس انه الضغط انشال عن كاهلو لرونالدو وتوجه الى ساري. انا بشوف هلا انه كل الضغط على 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 ساري. هل سيتمكن من نقل الفكر تبعه الى اليوفي او لا؟ علما انه حاليا عنده هو مش تشكيله اثنين، عنده اثنين تشكيلتين الى حد انه جرى يمكن شطب امري تشان ومانزوكيتش من القائمه الاوروبيه. سمير، هدفين استقبلهم اليوفي من كره ثابته، شنو سبب المشكله اللي واضحه في اليوفي؟ هو شوف اي فريق يستقبل اهداف من كرات ثابته الخلل يكون دائما في المراقبه، الخلل يكون في التركيز. اذا فقدت تركيزك في هالمرحله هذه طبيعي راح يصير عندك خلل، راح تستقبل هدف اذا كان الفريق الخصم يعني متدرب على طريقه معينه في تسجيل الاهداف. يعني سبيل مثال اذكرك بنفس المباراه العام، الهدف الاول مال اتلتيكو مدريد من كره ثابته، كره لعبت على القائم البعيد وتحرك فيها لاعب اتلتيكو مدريد ونزل الكره على الستة وانطلق منها لاعب من العمق ولاعب اتلتيكو مدريد سجل الهدف في مباراتهم اللي صارت في المتروبوليتانو العام. هم كرتين ثابتين صاروا في اثر غياب كليني، وكليني كان موجود في اللعبه اللي دش فيها جولين كرات ثابته. اذا الموضوع مش بس كليني، هو موضوع الجميع لازم يكون مركز في هالنقطه. في خلل، وساري قال حتى صرح هذا الكلام، قال ان احنا لابد ان نعمل على هذا الجانب. اذا في مشكله في موضوع المراقبه، في مشكله في موضوع انك انت تعرف شلون توقف وشلون تراقب، وطريقه ممكن يستخدمها مدرب على الاخر. في مدرب يلعب مان تو مان لصيقه حيل بغض النظر عن مركز اللاعبين اللي قاعد تحرك منطقة، وفي لا في مدرب لا يشغل منطقه بلاعبينه وبعدين ينطلقون على الكره مهما، فلازم يشتغل على هالجانب. طيب مشاهدينا نشوف معكم كلام كلوب مدرب ليفربول وتحديدا عن ركله الجزاء اللي احتسبت على فريقه ضد نابولي. ايش رايكم بلنتي صحيح ولا لا محمد سيل؟ انا اشوف ركله جزاء. ركله جزاء سمير؟ ركله جزاء. يعني انت مشجع لنابولي؟ لا ركله، انا اقول الحق ما عندي مشكله نابولي وانا غير نابولي. انا لما اتكلم بالموضوع ما يهمني. كلوب ما قال الحق. الفريق ها؟ كلوب ما قال الحق. لان فريقه لا، كلوب لازم يدافع عن فريقه. وقاعد يشوف هو، شوف نقطه كلوب في التصريح واضحه انه هو يبي يقطع الشك باليقين من خلال ذهاب الحكم الى الفار عشان ياكد المعلومه. يعني اكيد كلوب يعلم، مو بس مو انا اللي بعلمه، ان الفار متحدث فوري مع الحكم، وممكن يقول حق الحكم ارجع للفار لان في شكوك، وممكن يقول حق الحكم ترى قرارك في خطا، ليش ما خلينا نشوفه مع بعض، فممكن يقول له لا قرارك صحيح احنا شفناها اكثر من مره. سهيل انا بصراحه لا ما مو بلنتي، لا مش بلنتي، انا هيك شفتها ما بعرف، يمكن انا غلطان، يمكن انا مو هذا رايك رايي. بس ليش متردد انت؟ مش متردد، مش متردد كانك خايف يعني. لا لا لأن قبل شوي كنت عم بحكي انا واستاذ سمير تحت الهواء وشرح لي اياها انه شوي انا يعني شو لا خليني شك، ولكن انا وحكم لأن سمير مشجع للنابولي فالحين استاذ ما استاذ خيي هي منا بنالتي ولا هو الحكم. عبد الله انا اشوفها مو ركله جزاء للامانه، لان هذا الاحتكاك اذا هذا الاحتكاك ركله جزاء عيل كل كورنر تفتح احتكاك بين اللاعبين
كلها احتكاك بلنتي ابو محمد. لا لا انا باعتقادي في عرقله في لا لا في عرقله وفي انا ما اشوف بلنتي بصراحه. عبد الله موضوع مختلف، احتكاكات البدنيه اللي في كورنر ولا كرات ثابته مختلف عن اني انا الكره معاي وانغز الكره قبل لا انت تحط ريولك، وممكن انت ما تحوشني بس تعيقني، انت ما حشني، انت ما حشت ريولي دايركت بس عقتني بعد ما انا حشت الكره. فهني انا ذكاء الاعاقه اعاقه عقتني ما الحين اذا 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 بحرك ريولي بعد ما حشت الكره، اذا بحرك ريولي بس بحركها بحوشك فانت عقتني يعني ما عندي مسك. فانا ما عندي إيه انت حطيت ريولك لا اللمس انت بطول. حطيت ريولك عشان تاخذ الكره، انا قبلك حشت الكره وبروح بكمل اخذ كرتي صح ولا لا؟ ماشي ريولك هذه ما اعاقتني انت باللمس انا مش. انا هم كلامي شنو لمس شنو كلمه لمس؟ لمس الاقدام صار مو لمس سمير. مو لمس حبيبي انا تعرقلت بريلك هاي يعني انت قاعد تتكلم إيه؟ كلامك الكره اذا مو بس لمس تعرقلت بعد شنو انا ما طيب. فيها شنو لمس يعني يعني انا تعرقلت سمي طيب لمس عرقله بعد شنو طيب نقول لك مبروك ايش رايك في اداء فريقك وهل انشلوتي تفوق على كلوب فزت حصن هذه ما قال لي هو دوري الابطال كله فزت حصن لا لا بس نابولي ما كان مقنع مقنع لا انا كان مقنع انا اللي عجبني في الموضوع ان احنا عالجنا الاخطاء اللي صارت في مباراه اليوفي في موضوع سرعه الانكماش سرعه اغلاق المساحات اللي ممكن تخلق لصلاح او ماني لانهم كانوا اكثر اثنين يعني يشتغل عليهم ليفربول وايضا مانولاس يمكن شويه ما كان يعني الى حد ما كان 100% لكن كولوبالي كان متميز في الافراد وبالتالي سمير. تطور المستوى الافراد فرق مع نابولي زي مباراه ليفربول يعني الافراد اللي كانوا عندهم اخطاء مثل كولوبالي بالذات كولوبالي في مباراه مثلا خلينا نقول مباراه يوفنتوس والمباراه اللي قبله فيورنتينا نفسه كان مركز بشكل عالي فهذا رفع من الجوده نجم اللقاء العوده 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 شوف انت شلون تقيس قوه الفريق في موضوع افتكاك الكره سرعه التمركز في العوده وسرعه قرار الافتكاك والافتكاك هذا اما فردي او جماعي صح ولا لا صحيح. اذا افتكاك فردي فهي افراد راح تتكلم انت عن افراد اما اذا افتكاك جماعي فهذه منظومه قاعد تشتغل صح فهذا اللي صار مع نابولي في لعبه ليفربول افتكاك صار جماعي فاصبح الجميع قاعد يشتغل صح على انه يوقف خطورة ليفربول. ليفربول أهم قوته وين؟ قوته في استرجاع كرته وينطلاقته. إذا أنا ما أعطيته فرصة إنه يسترجع لأن خط الوسط لعب دور كبير في هالمباراة. حلو حلو. حمد سيد شو من ردة فعل كبيرة في تويتر بعد الهدف الثاني وخطأ فان دايك؟ هذا توضح لي قيمة فان دايك. والله توضح لي قيمة فان دايك إنه واحد من أفضل المدافعين فمن الطبيعي إنه ردة الفعل تجاه الخطأ اللي حصل من فان دايك راح تكون بحجم قيمته كمدافع. طيب بس اخطا يعني طبيعي اي مدافع واللي بينتقد حق مشروع لا ينتقد يعني فان دايك واهداها للمهاجم ما قلت شيء الحين نشوف يعني الانتقاد يكون على حجم قيمتك كريستيانو مثلا لو يضيع انفراد الكل راح ينتقده مع ان انفراد اي مهاجم يضيعه ميسي مثلا لما يضيع ركله جزاء راح يتم الانتقاد مع ان اي لاعب يقدر يضيع رد الفعل على حسب قيمه اللاعب على حسب قيمه طبعا طبعا سيل مبروك فوز البايرن على النجم الاحمر ايه اكيد هالفوز هذا معنوي تقول لك شغله يمكن انت لما تطلع على مباراه 3-0 لما تشوف انه الباين كان مستحوذ على الكره 73% سدد 33 مره على المرمى 11 منهم بالخشبات 3 بتشوف انه والله الباين كان رائع جدا انا بشوف اذا انت بتتابع المباراه من دون الجوال من دون الاهداف بتحس المباراه 0-0 او يمكن هو خسر الباين الباين كان امبارح شفت المباراه في بطء بالتحضير بطء بالانتشار التمريرات بالثلث الاخير فوضويه عشوائيه الهجمات مرتده كانت على الباين جد الخطره لو المباراه ما كانت ببدايه الموسم كان انا قلت لك السلام عليكم نحن ما عندنا اي حظ بالدوري الابطال ولكن طالما نحن بعدنا بانطلاقه الابطال كوتينيو بلش يفوت بالفريق بشكل اكبر انا بشوف انه البايرن بالمباراه امبارح فاز ولكن ما لازم نحن تغشنا هذه المباراه ولكن الامتحان المضبوط هي المباراه الثانيه ضد توتنهام بلندن عندي فاصل بشكل سريع الاجابات فالنسيا فاز على تشيلسي في الاستانبول بريدج شوف فالنسيا كجوده فنيه ترى ما عنده اي مشكله عنده لاعبين عنده عناصر مميزه ولكن المشكله هي في الاداره في تضح لك ان فالنسيا فريق ضعيف الحين بدون مدرب لا تنسى مدرب جديد فالنسيا عنده العناصر اللي قادر تغلب اي فريق طيب ما اسمع عند العناصر اللي قادره تغلب اي فريق خي كيف غلبوا طيب. خسروا ضد بالدوري ضد برشلونه برشلونه 5-2 يا اخي برشلونه يغلب اي فريق بعد وين المشكله خي ما كيف غلب ما وين المشكله وين المشكله يعني هم الاثنين يفوزون الفريق ما عم بفهم خي عليك محمد ليون يعني انا ما اقول كذي معناته ما يخسر الفريق
لوك يا اخي بس هو بعده خسر ضد برشلونه 5-2 وخسران وغلب هذا بعد غلب لا ما انت اسمه ممكن يروح ضد اي فريق يعني العادي اتلتيكو عادي يا اخي بس لحظه شوي هو يعني ما في شيء اغلى انه اي اكس او زد تبع الفوتبول انه كل فريق في يربح في يخسر انت شو جبت جديد عم تقول في يربح فريق في يخسر كمان يعني لا في قاعده لا في قاعده جديده اليوم لا في قاعده جديده اتلتيكو في ملعبه لازم كل مباريات يفوز اخي مش ممكن اليوم محمد لا لا مو ضروري بس انت مزودها شوي على محمد مزودها اول شيء انا مو ضروري اتفق معاهم هذه نقطة ما يهمني إذا هم اتفقوا معي هذه نقطة ثانية النقطة الثالثة أنا كلامي واضح فالنسيا عندهم اللاعبين اللي قادرين يلحقون ضرب أي فريق مو معناته ما يخسر طيب وضحته أتلانتا مفاجأة أبو محمد خسارة بربعية مفاجأة فرقة جاسبرين دائما محمد عندها شغلتين عندهم انضباط تكتيكي جدا عالي صلابة دفاعية وأيضا يمكن حتى عندهم شراسة في الافتكاك ومنظمين نتيجة جدا غريبة بصراحة أنا ما شفت المباراة تابعتها بس شفت الأسماء تشكيلة أساسية فشيء مستغرب للامانه مهاجمهم النرويجي هذا صراحه نرويجي وكنا نعم وهذا سؤال لك سهيل انه سجل هاتريك النرويجي ايه هو بغض النظر عن هاتريك ترى له 19 هدف 8 مباريات او 9 في شغله هو مرشح يكون مع دي ماريا افضل لاعب الاسبوع الاول من دوري الابطال دوري الابطال مشاهدينا فاصل ونرجع وياكم مع فقره فانتزي برنامجنا وانتو حياكم الله مشاهدينا في فقرة فانتسي 1-2 مثل ما انتم شايفين ويانا الجولة الماضية وهذه التشكيلة المثالية عبد الله الشكناني أفضل اللاعبين اللي حصلوا على نقاط في الجولة الماضية صحيح أبو محمد وفيها اختيارات منطقية للأمانة تواجد ثلاثي من توتنهام واضح أن توتنهام في ملعبه ضد كريستال بالاس كان عنده فرصة كبيرة أن يحقق النقاط نعم. المفاجأة بالنسبة لي كانت تامي أبراهام في ملعب وولفز وولفز موسم الماضي كان من أقوى الفرق وتأهل يوروبا ليج أنا كنت متوقع أن يكون ردة فعل عكسية أن الطرف الثاني يكون راؤول خيمينيز بما أن على ملعبه ودفاع تشيلسي يعاني ولكن كانت مفاجأة أن لا تشيلسي هو اللي أبدع دفاعيا وهجوميا وصراحة مميز تنصح أن يكون بهالجولة لأن اليوم إحنا يعني نذكر مشاهدينا أن فقرة الفانتسي لها علاقة في بداية الجولة في بداية الجولة من اليوم الجمعة فإذا كان الجمعة بداية الجولة راح يكون معكم إن شاء الله الخميس عشان نسمع عبد الله الشكناني أو أحد محللينا علي بولند أو عادل توفيق في النصايح وبإمكانكم أن تحطون التشكيلة المناسبة قبل بداية الجولة تنصح فيه؟ خليكم صريح أبو محمد لو أنا عندي تبديل راح افكر مباراه ارسنال استون فيلا او السيتي مع واتفورد ما راح افكر تامي ابراهام ضد ليفربول انا عندي تشانس انا عندي خلينا نقول فرصه لتحقيق نقاط فما راح اختار المباراه الصعبه راح اميل اكثر حق المباراه السهله تالقه امام الولفز ما ممكن نطلع في ان معنويا ونفسيا راح يتالق امام ليفربول وفي ملعبه في استانبول لكن لو نحسبها نسبه وتناسب اليوم انا عندي تامي ابراهام لكن عندي اغويرو تامي ابراهام وعندي اوباميانغ ففي ابو محمد اسماء اذا ما عندي المبلغ ما عندي الفلوس ومحتاج اني اشتري مهاجم سعره نازل اي نعم اروح حق تامي ابراهام ولكن المباراه صعبه مع دفاع ليفربول وليفربول متصدر الدوري صعب اني اجازف في تامي ابراهام اروح حق اختيارات ثانيه طيب بوكي تقريبا في 7 مليون تقريبا في 7 مليون وهذا الشيء طبعا هذا الشيء دائما يستفسرون من عشاق الفانتسي 7 مليون ومتاح ومحقق 49 نقطة من بداية هالموسم ما تنصح فيه؟ شوف محمد واضح ان بوكي بدأ 6.5 وصل الحين فوق 7 واضح ان ملكيته عالية يعني لاعبي الفانتسي عندهم بوكي وجولة بعد جولة راح يرتفع سعره زائد ان بوكي قاعد يسجل ضد الصغار وقاعد يسجل ضد الكبار فإذا أنت الحين ما أخذت بوكي أنا باعتقادي بعد أكثر من أسبوع صعب أنك تشتري سعره قاعد يرتفع نصيحة تبي مهاجم وبهالسعر تروح حق بوكي على طول ممكن السؤال دائما يتردد لعشاق الفانتسي ومشاهدين برنامجنا 1-2 متى يتم استخدام خاصية الوايلد كارد؟ إذا عندك تشكيلتك 15 لاعب 3-4 لاعبين جدولهم صعب 3-4 لاعبين كانوا أساسيين صاروا احتياط أسعار لاعبين قاعد تنزل عندك مصابين هني أنت مضطر إجباري تكمل تشكيلتك بالوايلد كارد تحاول تستغل جدول لكن لا تستخدم نصيحة لا تستخدم الوايلد كارد إلا إذا تشكيلتك ما تعطيك استمرارية إذا عندك نقص لاعب لاعبين أنا بالنسبة لي ضح بماينس 4 ما يخالف ولا تستخدم وايلد كارد أنت عندك محمد الوايلد كارد القادمة في يمكن شهر 1 بعد نهاية 19 جولة جميل نبي نصيحة لمشاهديننا في كل مركز منه تنصح أن يحطون بها التشكيلة اللي راح تبلش الجولة باكر
شوف محمد، انا بالنسبه لي في الدفاع روح حق لوكاس دين. لوكاس طيب. دين مدافع ايفرتون انه بيلعب في ملعبه ضد شيفيلد. في الوسط، في الوسط رحيم ستيرلينج او كيفن دي بروين. السيتي خلاص ما عنده مجال انه يغير او انه يجرب لان فرق 5 نقاط على المتصدر. بالهجوم، بالهجوم السفاح اغويرو مريح في دوري الابطال وضد واتفورد، واتفورد قاعد يعاني في مناطق الهبوط. نختم، منو تنصح بكابتن الجوله؟ محتار ما بين ستيرلينج واغويرو. لاعب النص يعطيك نقاط اضافيه اكثر من المهاجم. الترشيحات كلها حسب المواقع الاجنبيه والعربيه كلها قاعد تروح حق اغويرو. انا اظن بروح حق ستيرلينج اكثر. تروح لستيرلينج وانا بروح حق اغويرو. غيره وحط اغويرو لان هذا محظوظ مش نص. بالامس مشاهدينا كان عيد ميلاد الظاهره رونالدو، نشوف معاكم هذا المقطع البسيط ونرجع نسمع تعليق محللين. نعم مشاهدينا، عيد ميلاد الظاهر رونالدو. يمكن السؤال اللي يفرض نفسه يقول لك لولا الاصابات يمكن كان افضل لاعب في تاريخ كره القدم. وهو مع الاصابات واحد من افضل لاعبين في تاريخ كره القدم. لا الافضل، لان انت من عشاق مارادونا. لا لا شوف، كلمه الافضل هذه إيه؟ ما يصير اني انا افرضها على 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 لا الناس. لا انا فاهم، انا قاعد اجاوب. إيه؟ انت قاعد مو سال. إيه؟ انا اجاوب. يلا جاوب. كلمه الافضل عشان صعب انك تفرضها على على الناس. يعني هم في 4-5 لاعبين على مستوى التاريخ قدموا اشياء استثنائيه. هو اللاعب هذا الاول عندك، الثاني عند فلان، الثالث عند علان. شنو ترتيبه عندك؟ انا ترتيبه بعد مارادونا على طول. على طول محمد سيد. نشوف كثيرين من الجيل الجديد يعني يستنقصون من ظهر رونالدو في مساله الارقام، خصوصا بعد اللي قاعد نشوفه في اخر 15 سنه ما بين كريستيانو وميسي. ايش رايك؟ اذا على كذي خلاص اللاعبين السابقين كله ما نلتفت لهم ولا نعترف بفضليتهم ولا نقول انهم من اساطير اللعبه. رونالدو الظاهره مع ميسي مع كريستيانو، رونالدو جميعا بنفس الخانه، ولكن اللي ما شاف رونالدو الظاهره ما يلام على مدح لميسي وكريستيانو رونالدو، ما يلام. كونك مشجع لمنتخب المانيا يعني حزين عشان الظاهر سجل في مونديال نهائي مونديال 2002. ما بحبه انا رونالدو، بس انا بعترف انه ما اخذ حظه انه تحت يحاول يتخطى مارادونا او بيلي. يعني انا بشوف انه اللاعب هيدا ممكن كان اخذ التشانس تبعه انه لم يصب، ولكن لو لم يصب ما بعرف نعمل هونيك، ممكن كان نجح او لا. يعني مني اكيد لو انه لم يتعرض لاصابه كان تفوق عليهم. انا عندي مارادونا رقم 1 وفي بيلي رقم 2. طيب ضايقك في النهائي لما سجل هدفين؟ هلا طبعا، ولكن احنا نتذكر بال 2002 كان منتخب البرازيل يضم ريكاردو كاكا، ريفالدو، رونالدو، رونالدينيو، كافو، كل هاللاعبين. طيب بس على الدقيقه 97 حتى حطوا جول، ولكن حاليا كلوزي تفوق على رونالدو في عقر دارون. نحن معنا 16 ومعه 5. طيب صح، ارقام صح بالارقام. طيب تفوق. طيب لكن في المستوى لا مستوى لا اكيد لا، المقارنه لا تصح، لا تصح. طيب هذا هو تفوق بالأرقام. بالارقام بالارقام ايه، بس بس خمسة كن رونالدو برازيلي عنده 5 كاس عالم. عنده 5 عنده 5 شو لحظه انت عم تقول لي هو برازيلي؟ اي برازيلي عنده 5 شو هالحكي هذا؟ لحظه هلا لك مين خيي اللي ماو اللي شرب ب 1982 معه 5 ألقاب؟ لا احنا نتكلم عن ظهر رونالدو، ظهر رونالدو كويتي حبيبي برازيلي. خليت اقول لك صعب اللي هو وانت جبت مثال عن لوز الماني. خي شو له علاقه؟ خي له لحظه لحظه لا ألقاب خي لحظه 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 هذه ارقام مختلفه لحظه اقرا عليك شغله ثانيه. لام خي عنده ابطال اوروبا، هذيك رونالدو ما عنده ابطال اوروبا، عنده 5 كاس عالم. لا مش هو، مش هو جابهم. اي الظاهر مش هو جابهم. اي بس عنده، مش هو جابهم. انا مش شو المنطق هذا؟ نسيته برازيلي. عداي يا عداي طول لي بالك عداي. طيب كتابه مسك معك عبد الله الشكناني عن الظاهر رونالدو. ظهر رونالدو محمد ضغط على نفسه وصحته ورفض انه يتعالج من مشكله الغده، لان المواد اللي ياخذها للعلاج ممنوعه رياضيا، فهو فضل انه يتمرن اضعاف اضعاف اللاعبين بس عشان يكون لائق بدنيا. هذا اللاعب ظلم محمد في ظروف وهو خارجه عن ارادته للامانه. هذا اللاعب ليش ظلم؟ لانه شيء مشكله جسديه وما له ذنب فيها، جيناته في جيناته. اقصد انه ما ظلم يعني وما ظلم. لا 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 انا قصدي انه الظروف، الظروف اللي صارت لرونالدو هو مو متسبب فيها. يعني هو ما تكاسل، ما خدمته قصدك. ما خدمته فهو ما تكاسل وحاجته اصابات محمد، هي ظروف الجينات نفسها. التصريح الشهير يقول عقلي يعني يبي الاستمرار لكن جسدي ما. بس ترى على فكره هو تكاسل، مو ما تكاسل، ما كان يتمرن اضعاف اضعاف مثل ما يقول. بعد ولا خله يتكاسل. لا من الاسباب، خله يتكاسل من اسباب انتقاله من الريال انه ما كان يتمرن. لا 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 هذا كلام كبلو.
كابيلو لا 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 كابيلو صرح قال وزنه 100 قال وزنه 100 وكنت اصر عليه انه يطيح من وزنه لا لا ظاهر رونالدو استثناء كل شيء لا لا نوضح حق المشاهدين شهر واحد من موسم 2007 انتقاله لميلان كابيلو ما قال انت كسول فهذا قال لانه هو حالته بدنيه قاعد يعاني منها من سنوات فكان يطالبه بمجهود اكثر واكثر وان انت مو من ضمن الافكار طيب انتقل بشهر واحد انتقل بشهر واحد الى ميلان لو القانون يسمح في تسجيله كان عنده في نفس الموسم هذا ما يحتاج أبطال. ما يحتاج شوف محمد دوري ابطال ما يحتاج انا لا بس انه ذكرني شو لو شو لو يا اخي لو شارك بلاك بكاس عالم 2002 طيب. انا فايزي طيب. لو شارك طيب. طيب. ما لو بلاش عندنا سبب تصلين اخي بس على لك شغله هلا ما عليه انت رونالدو راح كثير تعلو كثير ما عليه خانه انتر ميلان انتر ميلان ضلوا سنتين يدفع عليه فلوس تعال خلصوا اخر شيء تركوا انتر ميلان هو راح على ريال ما كمان ما نطلعوا كثير لرونالدو كمان اخطا ما اخطا بحق انت لا بس ما اخطا كثير احنا نتكلم بشكل عام انت تتكلم في نقطه طيب يلا يلا خيال طيب سؤال فالفيردي وخطر على برشلونه جاوبته من افضل شتايجر ولا كروس شفاينشتايجر هو قائد هو لاعب طبعا احسن بكثير من كروس ها شو رايكم طبعا شفاينشتايجر طبعا شفاينشتايجر انت مدريدي ما تقول لي شفاينشتايجر غريبه واحد يقول حق لا بس المدريدي بيسلم عليك شفايني لانه عنده بس عنده نزعه هجوميه اكثر من كروز ويمكن شفايني بعد قبل انه يلعب في يعني خلي القياده على كثر الحين الفريق الرديف مع مانشستر يونايتد كستايل شفايني بالملعب يفيد اكثر من كروز لانه عنده نزعه شكرا لكم مشاهدينا وشكرا لمحللينا شكرا للرعاة باكر ان شاء الله حلقه جديده في 1-2 تفضل في ضيافة مو كل مرة مو كل مرة في ضيافة من الفيوز نشوفكم إن شاء الله وتشوفونا على خير باكر في حلقة جديدة من برنامجكم وانتو نقولكم مع السلامة.